الو، هو ده رقم عم جميل؟ طب معلش، اصل الرقم اللي انا حافظاه متلخبط في دماغي. انا اللي كلمتك امبارح يا سيدي، متاسفه. معلش، انا اسفه، مع السلامه. صوته. ازيك يا عم جميل؟ انا عسليه، وحشتني قوي. تليفوني ضاع وما عرفتش اوصل لك، حاولت اكلمك كتير. عامله ايه يا عسليه؟ انا كويسه، ازيك؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله، لوحدي يا عسليه، قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحبه. انا كنت فاكرك نسيتيني خلاص. نسيك ازاي يابا؟ ده انت من ريحه الغالي. عسليه، انا كنت قلت لك مره ما تجيش تزوريني عشان جوزك ما يزعلش منك، بس انا رجعت في كلامي يا عسليه، رجعت في كلامي وبقول لك تعالي زوريني ولو مره، واحده. حاضر حاضر، هجيلك والله العظيم هجيلك، بس انا لوحدي، لوحدي يا عسلية. يا حبيبتي، جبنا لك احلى قميصه في اسكندريه. مالك يا زينب؟ انت معيطه؟ لا ما تقلقش قوي كده، مفيش، انا بس افتكرت ابويا وامي الله يرحمه. يا ست تعيشي وتفتكري. ربنا يخليك ليا يا رب. بقول لك ايه، تعالي. ايه في ايه؟ تعالي بس، استني هنا. خش برجلك اليمين سيده الدوق. انت مجنون يا محروس؟ برجلك اليمين. ماشي، خش على طول هنا، انفخوا الابواب. اقعدي. انت هتسحر. غمضي عينك. فتحي. يا لهوي، بتاع مين الدهب ده كله يا محروس؟ بتوعنا وانتي. انا وانتي؟ بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس نشتري دهب، ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانتي؟ البسي كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزبده الملوكي ده يا جدعان؟ الله، طب ما فيش هنا اهو. انت مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب؟ لا انا قلت لك لا، ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب ما شاء الله جميله، اللهم صل على النبي. يا لهوي كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسساني ان انا حرام يا زينب؟ دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربيه، ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ 5 6 تطقم من غاليين قوي، وكم قميص نوم هوانمي، والخلاخيل عليكي. انا عايزك مبسوطه بس يا زينب. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوه دي ابدا. بقول لك ايه؟ انا اروح اشوي لك دنسايه. ماشي. طب والهريسه؟ الهريسه نحل بيها بعد الدنسايه بقى. طب وبعد الهريسه؟ هي دي عايزه كلام. هنقيل شويه. نقيل؟ حصرين على المطبخ يا وزن. يا لهوي. ماشي يا كبير. اقفش الحلاوه دي يا معلم. رش على البنات يا غلط وبعت لي عزم. حصل يا عم انسي. يا عم انسي قلت لك مره واتنين وعشره شغلني. ده ايه ده؟ مصروفي ولا ايه؟ مرتبك. اللي عامل بيه ايه؟ جرايه يا راشد. ما تفكلي الحان دماغك شويه. لما عاوز منك حاجه هطلبها. العبد لله بقى مؤسسه. بدفع مرتبات في الشهر يجي 100,000 جنيه. لمين؟ للي شغالين معايا. حريم، رجاله، جوه وبره، وفيهم بشوات. يا لهوي يا أنسي، ده أنت بقيت مافيا. لسه أنا يا دوب حلقة في السلسلة وعايز أشبكك جنبي، بس واحدة واحدة. بونو يا إزاي؟ الواد ضايع يا ولاد الإيه؟ ايه يعني ايه بونو دي يا عم انسي؟ هروح اجيب سكر. اقعدي اقعدي، انا بحب اقعد معاكي. اقعدي. غنوه حكيت لي على ليله الواد راشد وليله القسم. كانت ليله سودة. سودة بقى ولا مش سودة؟ اهو خلاص الغمه اتشالت واحنا بقينا تمام زي الفل وما عليناش اي حاجه. صح ولا مش صح؟ نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عيشنا. انا مش هرقص تاني. لا ما ترقصيش. مين اللي قال ترقصي؟ انا قلت ترقصي؟ انت هتبقي نجمه الكباريه يا ماما. هخليكي نجمه الكباريه. انا في الكار ده بقالي 30 سنه بعون الله، شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحده واحده. انما انت شربات، دمك خفيف، لونه، بتعرفي ترقصي، بتعرفي تعملي كل حاجه. اه خلاص اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح وانشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد. عارف راشد ده اللي قالب دماغ الحكومه وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم؟ عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صبي من صبيان علي جوزي. ما تحكمش بيها علينا يا رب. مش علي ده اللي بين 4 حيطان ومسجون دلوقتي؟ هيخرج. ما تعرفش علي؟ علي ده فتوه، جدع، دمه حامي. تصدق انا غلطانه اني رحت اشتغلت عندكم. يا رب ما حد يقول له. هعمل ايه بس لولا الحاجه؟ ما هي الحاجه لسه موجوده يا طنط، الحاجه لسه موجوده. بموت في السماره. بصي يا طنط، عشان انتي حبيبتي انا هعمل معاكي حاجه ما بعملهاش مع حد خالص. أنا هديكي 1.5 مرة قد اللي طلبتيه. مش انتي قلتي شهري حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني؟ خلاص اشتغلي معايا الشهر، اشتغلي معايا الشهر لغاية ما الاقي حد غيرك يا حبيبتي. انت ما بتسمعش؟ قلت لك مش هرجع ارقص تاني. لا هترقصي يا طنط، هترقصي يا حبيبتي. انا مش فاتح بقاله، انا فاتح محل وداير وناس بتاكل من وراه عيش. وانا مالي، ما تنزل من دماغي، انا عندي حاجات عايزه اعملها. بصي يا حبيبتي، انا اقدر بعون الله اخدك كده هيله بيله واشيلك وارزعك في وسط الكباريه وترقصي ورجلك فوق رقبتك، بس انا مش هعمل كده. انا بحبك قوي كمان. انا هسيبك تاخدي راحتك وتشاوري عقلك وتاخدي كل وقتك وتقومي تعملي لي حاجه بقى عشان انا ميت من الجوع. حاضر حياتي. حربايه فين؟ مشرفانا جوه، حطها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر. دي كانت معاها طول ما هي عندكم هنا، ولقيتها في مصر وعلى الكورنيش وجابتها. انا مش فاهم ده ايه. طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحلم، ولا جابتها في الحقيقه يعني. طب ودي فيها ايه؟ تعرف لؤي ابن حنان بنت عمتي ماله؟ بيربي سحالف وتعابين. مش الحربايه اللي بتتلون دي؟ ايوه يا حاج، هي انا مالي. طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فكره دي ما بتاذيش، دي ولا حاجه خالص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول لي انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ هي البت فيها عيب؟ لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجه. البت لوزه، بس يعني واخداها جد قوي. هتفهمنا في ايه؟ لا انا فهمت خلاص يا حاج. طيب انا هستأذنكم بس 5 كده، هوصل لحدها واجيلكم تاني. استني، هتقولي لها ايه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضهم، ما تقلقش. هقول لها الكلام طالع مني انا. يلا عن اذنكم. ربنا يجعل البركه على ايدك يا حاج. ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ما يجيبها الا ستاتها. حاضر حاضر. اهلا 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 يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقه واحده احمر اللحمه واجيلك. لا لا لا، تعالي تعالي، انا عايزاكي كده في كلمتين وهنزل على طول. اصل محروس زمانه على وصوله. لا هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغوا شويه. انا بس عايزه اتكلم معاكي كلمتين. خير يا حاجه، في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنتي ردي عليا وريحيني. بيشتغل سواق تاكسي. يعني صندوق الدنيا، يعني بيورد عليه اشكال والوان، ستات حلوين، بنات امارات، هوانم. يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عينيها في وسط راسها، ما تخلوهوش يفكر في حد تاني غيرها. لازم بقى تبقى هي ايه، مركزه معاه. مالك يا بنت متنحه كده ليه؟ انت فاهمه اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكالك مني في حاجه؟ لا ابدا، ده بيقول انت نعمه من ربنا، هديه، وانت فعلا ست وزي القمر. بس لازم بقى كمان تدور على راحه جوزها. يعني أنا استغفر الله العظيم يا رب، هي مش عيب، بس يعني تدلعه، تنخشه، ترقص له. بتعرفي ترقصي ولا لأ؟ أعرف. دي السجاير ودولت ال70 جنيه الباقيين. ليه؟ هي الواحدة بكام؟ الواحدة ب15. 15 عفريت لما يبقوا اتنططوا في خلقتك. بتغلوا على الناس ليه؟ الناس تتحارب. وانا اعمل لك ايه؟ هي اللي غليت. طب هات ولاعة. خدي سيدي ب2.5. هو جنيه اللي معايا فك، يبقى لك 1.5. 1.5 ايه؟ ما ينفعش. اهو نافع. عارف الاشكال دي بتجيلنا منين؟ يلا. ازيك يا فتون؟ ازيك يا اختي؟ بس انا ما اعرفكيش. انا عارفه انك ما تعرفينيش، بس انا جايه من طرف اختك عسليه. والنبي هي كويسه قوي قوي زي الفل، بس يعني انت عارفه عشان اللي حصل ده كانت متداريه شويه. اه يا اختي دي بعتني عشان اخدك تشوفيها. بس هي لو كانت يعني عايزاني اشوفها وبعتاكي كانت قالت لي انها بعتاكي يا اختي. هي اللي بعتاني. تعالي تعالي اركبي. لا انا نسيت المحفظه في البيت. يا نهار اسود انا مسخره. انت فين يا وزه؟ معقوله سايباني ده كله؟ بتعملي ايه جوه؟ تعالي ده في اخبار منيله. ادي قطرين دخلوا في بعض اهم. واليونسكو في الهوا وتهجن علينا، اوعى يا هوا تخبر اهالينا. طاير يا هوا طاير علينا، رايح يا هوا تخبر اهالينا، تمشي في الهوا وتهجن علينا. الحقني يا اخويا، مصيبه حلت بيا يا محروس. عايز ايه؟ الحقني يا اخويا، انا اخوك، الحقني يا محروس، يا محروس الحقني، الحقني يا اخويا يا محروس. في يا صلاح الحقني. ام صباح، ام صباح وقعت من طولها. الحقني تعالى. وقعت ايه؟ الحقني وقعت دلوقتي؟ ايوه يا ساتر. حصل لها حاجه؟ الطف يا رب، ربك يستر يا حاجه، ربك يلطف، ربك يلطف، الطف بينا يا رب. هي ما عندهاش استجابه في كل جسمها، وانا ما اكدبش عليك ده شيء يقلق. أنا شاكك إن الحبل الشوكي يكون اتصاب أثناء الوقعة. يعني إيه؟ هتفضل كده طول عمرها ولا إيه؟ أنا ما قلتش كده بالظبط يا حاج، بس إحنا لازم نعمل لها إشعة رنين على العمود الفقري بالكامل، وما أخبيش عليك لازم ننقلها مستشفى كويسة جدا دلوقتي، ويا ريت تكون دلوقتي حالا. شكرا يا دكتور. العفو. خلاص ربنا يخليك يا حبيبي. شكرين يا دكتور. طبعا الو فضل الاسعاف. الحقنا بقول لك لحضرتك، بكلم الاسعاف. عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن، الحقونا عايزين ننقلها اقرب يا صلاح. استنى بس هنقول لك، دي لازم تتنقل دلوقتي. طب انا الاسعاف قدامها ياما على ما تيجي. قول له خلاص خلاص. طب خلاص يا ابني احنا هننقلها بمعرفتنا. هنتصرف ازاي؟ عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه، انا هتصل بيه دلوقتي خليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا الثلاثه ونشيلها. خلي زينب تجهزها بس بسرعه. يلا واحد الا خير. يا بالله خير خير. توفيق يا رب. ايوه يا عبد العزيز اطلع لي دلوقتي حالا حالا. يلا انا في شقه الحاج صلاح. يلا. ايه اللي ليا في الدنيا؟ زينب جهزيها يا بنتي، جهزيها. واحد الا لا 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 صلاح صلاح امسك نفسك صلاح. عارف تستهبلنا شويه. وحياة النعمة الشريفة اللي اخلي عليه بهدلة. انت بتخطفني يا راشد ليه؟ ليه يا اخي؟ هو انا كنت سرقت منك سريعة وهرفت؟ ما خلاص بقى يا فتون سد البلاعة دي، جوزك بعضة لسانه هو اللي قال لي حضرك هنا. انت كلمت عليه؟ هو كلمته وهخليك تكلميه. اطلب لي عليه يا راشد. اطلبه ازاي دلوقتي؟ احنا بقينا نص الليل، وعلى فكره هم في السجن متربيين قوي بيناموا بدري. هو مين ده؟ ده انسي صاحبي وصاحب جوزك من زمن الزمن، وده المطرح بتاعه اللي هنقعد فيه. تقعد فيه؟ نقعد ده ايه؟ انا مروحه بيتي يا خول. خدي هنا. اخد هنا ايه؟ عايز تعمل راجل قوي بقى تعالى كل اول شهر وادفع الفاتوره تبقى راجل. اه ما انت عايزه تروح تعيش لوحدك عشان كل يوم والتاني تروح الكباريه لزفت فاضي. طردته، جالي امبارح يا اخويا وطردته وقال لي انه هيدفع لي بدل الطاقه 2 و3. مش مصدق بقك يا فتون. ان شاء الله عنك ما صدقت. البيت ده يا اخويا ما فيهوش غير حيطان، نقي لك حيطه كده على كيفك واخبط دماغك فيها يا فتون. بس احنا ناخد استراحه نتعشى وتطفحوا لكم لقمه وبعدين نكمل الموضوع ده بكره. يلا تعالوا ورايا. الصباح ربح يا شيخ. هو مين ده؟ يا زينب بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق، خلي صلاح يخليها معاه. يا عم صلاح. نعم يا زينب. وده بيجيب معاك مفاتيح الشقه نسيتهم. حاضر. زينب بقول لك ايه؟ غطيها كويس للدنيا برد. حاضر يا عم صلاح. على بالك وانت نازل. يلا يا اخوانا بالراحه، العربيه واقفه بره ولا لا؟ ما تشيل يا ابو عزيز. حاضر. يلا واحده واحده يا رجاله. على محلكوا عليها، على محلكوا. يلا افتح الباب. طمني يا دكتور، ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام وعمود الفقر سليم، متهيألي ترجع البيت احسن. يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله وما بتتكلمش وما بتنطقش خالص، ارجعها البيت ازاي بالحاله دي؟ يعني امشي بيها ازاي في الشارع؟ هو ده ازاي دي؟ يا فندم انت اهدى ارجوك. يا فندم ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده، دي تعبانه تعبانه، عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده، حرام عليك. معلش يا حبيبتي، شده وتعدي وانت ست مؤمنه. قولي يا رب قوليها في قلبك يا حبيبتي. يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله؟ حاولي تقولي اي حاجه. ما تتكلمش يا دكتور، حقك عليا حاجه. انا مش فاهمه منك حاجه. قولي يا دكتور اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي؟ لا بتتكلم ولا بتنطق. يا فندم احنا ما قصرناش معاها صدقني، ارجوك اهدى يا دكتور. المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس ولا مش كده يعني، مش بالطريقه دي. معلش يا فندم اهدى اهدى ارجوك. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى، الدكتور ما قالش حاجه غلط، ده بيقول ان الحاجه الحمد لله كويسه. اللهم اني لا اسالك رد الخطا ولكن اسالك اللطف فيه، استغفر الله العظيم. وحوس فين كل ده؟ الحسنات يا ستي، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. ونعم بالله يا أخوي. مش هتكلمني عليه بقى؟ فاكرة جوزها قاعد على القهوة ولا إيه؟ مش تستني لما نعرف إذا كان ينفع ولا لأ؟ ده أنا جايب لك عيش توست ولا أنت واخدة على البلد ولا إيه أخبارك؟ صباح الرضا يا كبير البشوات. بعد إذن معاليك مزنوقين في مكالمة لأخويا علي. معلش البركة فيه. المشكلة كده مع جماعته. فيها جواز وطلاق وحضانة يعني حوارات كده مش عايزين نشغلك بيها. حبيبي يا عمهم. ربنا يوسع عليك. تسلم لي. مع ألف سلامة. مع السلامة. لما يبقى جنبه هخليك تكلميه. ما نشوف. كل يا اخويا كل. انت عارف انا كنت هروح فين بكره؟ كنت هروح اشوف علي واقول له انك خطفتني واشوف هيعمل فيك ايه. انت مش مصدقني يا فتون، بقول لك قلب عظمه لسانه احضرك هنا. يعني هو عايزني اقعد هنا بين 4 حيطان، اكل واشرب وانام زي المعيز؟ الموضوع ده اتقفل. ما اتقفلش. طب حشيشي. علي اهو. ايوه يا اخويا، ايوه ايوه تليفون انسي. ايوه انا مراتي عليه وعايزه اكلمه. متشكره يا اخويا، ربنا يحفظك. الو. الله الله يا ست الستات. ايوه يا علي، وحشتني. لا بجد وحشتني قوي قوي. تكلميني دلوقتي يا فتون؟ أصيلة ده انت اجدع مره في الدنيا دي كلها. والله العظيم وحياة ربنا راشد خطفني ووداني عند واحد صاحبي. انا اللي قلت لراشد يخطفك. عارفه ليه؟ عشان انت ست واطيه وما صمتيش العشره. ده قتل الونش عشانك، قتل الونش عشانك يا واطيه. عارفه يا فتون، لو انت قدامي انا كنت هفرمك. انا عارفك وقاريكي زي كف ايدي. بتعيطي؟ بتتكلمي من عند انس صح؟ اسمعي يا فتون، وكتاب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا لا مش هذبحك، ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا، فاهمه؟ ماشي يا سيدي الرجاله، انا هسمع كلامك، هفضل قاعده مع صاحبك وابن عمك دول. مش انت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص. هفضل اكلمك في التليفون، وكل ما اكلمك يهددني. اديني راشد. شكرا يا سيدي الرجاله. مجنونه. ايوه يا علي. ايه ده بس يا علي؟ طيب اسمع يا راشد، فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك، اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي، بقول لك قدامي اهي ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب 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 يا علي طيب، يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا. انا افضل قاعده في المغاره دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج؟ مين اللي قال كده بس لا سمح الله؟ علي عايز اطمن عليكي، وانت معايا هتعيشي برنسيسه، هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزاه. طب ايه رايك في طلعه الاسكندريه؟ مين دول اللي طلعوا اسكندريه؟ انا وانت وفتون. في مصلحه هنخلصها، ناكل أكلة سمك جامدة ونشم شوية هوا بحر نضيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندرية امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون، ولما هي مصلحة ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ ما انت شايفها زهقانة، هنفسحوك يا فتون. انسي ما تقريني فيه ايه؟ أنا اللي سايق يا راشد، اطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. جعتي؟ له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم العظيم. عايزه كده؟ صدق الله العظيم. يعني اذا كنت عايزه كده ده هيبقى ان شاء الله امره سهل باذن الله. يا صلاح انا شايف ان احنا نخلص سكه الطب والدواء الاول. مفيش مانع نمشي في السكتين، يمكن ربنا يسهل بواحده فيهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هو محضر لك شويه صدري ويسر لي شويه اكل وحلول عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. لا اله الا الله. والحمد لله. الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا لا انا ما اقدرش اقول اني حبيته، اصلي لسه بفكر في الحسن. بس هو بيحبني. عيني بتقول كده. ايه انت نمتي وانا بكلمك؟ اصحي اصحي. وانا عايش معاه هنا على طول، مش انت مبسوطه معايا هنا؟ تفتكروا اما صباح هتخف؟ كنت عايشه انا واهلي في ليبيا. لما الحرب قامت قلنا ننزل على مصر، واحنا في طريقنا لمصر الضرب اشتغل، بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابه على ابويا واخويا، قتلوهم ذبحوهم قدام عينيا، ما بقتش عارفه اعمل ايه بسبب انهم كانوا طالبين فديه، طالبين فلوس، وانا ما كانش معانا فلوس ندفعها.